السلام عليكم، معاكم وليد عدلان، مركز نتورك بلس للتدريب. ان شاء الله حكون معاكم في سلسله بتاعه ممكن نسميها دردشات تقنيه للشباب اللي بيكونوا دايرين انخرطوا في مجال التقنيه، دايرين ينزلوا في جوب معينه، ما عارف يبدا من وين، ما عارف ان المجال ذاته هو داير يخش فيه وشنو. فدائما بيقابلونا ناس كتار بتكون عندهم تساؤلات في انه كيف يبدا في المجال المعين، او هل المجال المعين ده هو المجال اللي فعلا داير يمشي فيه. فحتكون سلسله بتاعت دردشات، يعني حنبداها في الفيديو ده ان شاء الله، وحتكون في فيديوهات ثانيه متواصله تنصح الشباب، وان شاء الله ونتشاور فيها ونتفاكر فيها عشان الناس يكون عندها زي جايدنس او عندها زي يعني معالم واضحه للطريقه اللي تمشي فيه. فاول حاجه لما الزول يكون مثلا داير يبدا في مجال معين، زي مثلا مجال شبكات الكمبيوتر، او قول مثلا مجال البرمجه، او داير يبدا عموما انه يباشر حياته، فاول حاجه دايرين نتفق فيها انه اول نقطه انت واقف وين. يعني هل انت طالب في الجامعه؟ هل انت خريج جديد؟ هل انت شغال في شركه معينه والمجال اللي انت شغال فيه ده ما عاجبك ودار تحول لمجال ثاني؟ فأول حاجة لازم حد انك انت واقف وين. النقطة اللي انت واقف منها دي ان شاء الله احنا هنبدأ نشرح انك انت تمشي من النقطة دي لقدام كيف. انا في الفيديو ده ان شاء الله هافترض انك انت خريج جديد، يعني هافترض انك انت خريج جديد وانت ما عارف تبدأ وين. فأول حاجة بعد ما انت حددت انك انت واقف وين، مثلا سي انه انا خريج جديد، الحاجة الخطوة الثانية انت راغب في شنو. طبعا في البداية الرغبة دي تكون فكرة، يعني مثلا والله انا راغب في مجال شبكات الكمبيوتر. ممكن زول يقول لك يا اخي انا راغب في مجال شبكات الكمبيوتر وهو لسه ما عارف شبكات الكمبيوتر ذاتها فيها شنو. زول ثاني يقول لك يا اخي والله انا بحب البرمجه شديد. انت بتحب البرمجه لكن البرمجه دي لسه انت ما عارف او ما اشتغلت فيها او ما عارف انه الشغل فيها ذاته يكون شكله كيف. زول ثالث يقول لك يا اخي انا امن المعلومات، اللي هو طبعا ده الكتار شديد. زول يقول لك يا اخي انا امن المعلومات او السكيورتي بحبها جدا، او بحب الشغل بتاع الهاكينج. هو بكون حقيقه بحب المسمى بتاع شبكات الكمبيوتر، او بيحب المسمى بتاع امن المعلومات، لكن لسه ما عرف المجال ده فيه شنو. فانت بعد ما ممكن نقول افتراضيا حددت الرغبه اللي انت داير تشتغل فيها او المجال اللي داير تشتغل فيه من غير ما انك انت لسه تعرف المجال ده هو شنو، الخطوه الثالثه دي مهمه شديد ما قاعدين يعني عاده الناس بيتكلم فيها، اللي هو التاكد من الرغبه. هل انت فعلا راغب في الحاجه ولا ما راغب فيها؟ اللي هو التأكد من الرغبة ده بكون كيف؟ بأنك إنت بتعمل عملية بتاعة استكشاف بسيطة، أو ممكن أقول عملية بتاعة exploration كده، إنك تبدأ تفتش عن المجال ده. مثلا نفترض إنك إنت حددت مجال شبكات الكمبيوتر، قلت يا أخي مجال شبكات الكمبيوتر ده هو المجال اللي أنا داير أبدأ فيه. حتبدأ عملية بتاعة استكشاف. عملية الاستكشاف حتعمل شنو؟ مثلا حتبدأ تحضر لك فيديوهات معينة، حتبدأ تتكلم مع ناس قاعدين شغالين في المجال، زول يوصف لك عموما الشغل ده شكله كيف. ممكن تكون لكي كده وتلقى لك مثلا تريننج اوبورتيونيتي او فرصه بتاع تريننج في شركه وتعرف ان المجال عموما شكله كيف. يعني لازم بعد ما انت حددت رغبتك شنو تتاكد من انك انت فعلا بتحب الحاجه دي. الخطوه رقم 2 ورقم 3 دي مهمات شديد، لانهم ديل اخواننا هم اللي حيصبروك على المجال ده لقدام. يعني اي مجال انت بتختاره فيه تحديات، فيه تشالنجز كبيره شديد، فانت عشان تقدر تصبر على التشالنجز دي لازم تصبر على حاجه بتحبها. اذا انت الحاجه ما بتحبها ما حتصبر عليها. طيب اتكلمنا عن انه الخطوه 2 و3 اللي هي الرغبه والخطوه بتاعه تاكيد الرغبه. يلا الخطوه بتاعه الرغبه وتاكيد الرغبه ده لسه انا بقوله في نقطه 2 و3، لكن ما تتخيل انهم حياخذوا منك زمن بسيط. يعني ما حتسكت كده حتقول والله انا رغبتي شبكات الكمبيوتر، حتحضر لك فيديوهين في اليوتيوب حتقول خلاص انا اتاكدت من انه رغبتي دي سليمه. لا لا، الموضوع ممكن ياخذ منك زمن، يعني ممكن يتحول من رغبه لرغبه. يعني انا مثلا شخصيا عشان احدد انه انا امشي في المجال بتاع شبكات الكمبيوتر، الموضوع ده اخذ مني تقريبا 3 سنين بعد التخرج. فما بالك اثناء القرايه دي الزول كان مثلا بيقروا كورس بتاع باور بتاع باور جنريشن، بتحب الباور جنريشن، بتاخذ كورس بتاع الكترونكس بتقول يا اخي والله الكورس على الكترونكس ده والله رهيب، انا امشي في المجال بتاع الكترونكس. يعني حتاخذ زمن لحد ما انت تشكل الموضوع بتاع الرغبه والتاكد من الرغبه. يعني ممكن ياخذ منك 3 سنين، ممكن ياخذ منك 2 سنين، ممكن تقول لك يتحدد الكلام ده في سنه. فالعمليه هي محتاجه منك شنو؟ محتاجه منك زمن، ومحتاجه عمليه بتاعه تيونينج، انك انت كل مره بتغير فيها لحد ما في النهايه ترسى على حاجه تقول انه ده المجال بتاعي، تمام؟ فنقول انه دي الخطوه رقم 2 وخطوه رقم 3.
يلا نمشي للخطوه رقم 4. خطوه رقم 4 مثلا اقول بعد ما انت حددت، اقول سي انك انت حددت انا داير امشي في المجال بتاع شبكات الكمبيوتر. واحده من الحاجات اللي بتكون الناس فيها كونفيوز جدا، وده انا هحاول في فيديوهات يعني جايه اوضح التراكين دي، زي اللي يقول لك يا اخي انا خلصت المجال بتاع او داير امشي في المجال بتاع شبكات الكمبيوتر، هل بتنصحني انه انا اعمل ماستر مثلا او بي اتش دي، ولا مثلا امشي اعمل شورت كورسز اللي هو مثلا اعمل كورسات بتاعت سي سي ان اي، اعمل كورسات بتاعت مايكروسوفت، اعمل كورسات بتاعت لينكس، بتنصحني بشنو؟ هل انا داير امشي في الـ في الـ في الـ يعني في الشغل بتاع الـ بتاع الماستر ديجري والبي اتش دي، ولا امشي شورت كورسز؟ يلا داير يا اخوانا هم عباره عن ممكن نقول طريقين مختلفين شويه. الزول اللي بيكون داير يمشي في المجال بتاع الشبكات، الخطوه البعديه انك انت هل داير تشتغل في شغل بتاع الديزاين وشغل بتاع اوبريشن، ولا شغل بتاع ريسيرش؟ الشغل بتاع الديزاين والاوبريشن ده بمعنى شنو؟ دايرين مثلا نتورك انجينير، النتورك انجينير ده عاده الشغل بتاعه يا شغل اوبريشن يا شغل بتاع ديزاين. اوبريشن بمعنى انه شنو؟ انه يكونفيجر راوترات، انه يبرمج سويتشات، يعني يشتغل على حاجات اوريدي موجوده وفي شركات بتبيع الحاجات دي. يعني مثلا داير يبرمج راوتر، داير يبرمج سويتش، داير يبرمج اكسس بوينت، او اعمل ديزاين لشبكه لكاستمر معين، ده الشغل بتاع الاوبريشن والشغل بتاع الديزاين، اللي هو انك انت بتشتغل على حاجات اوريدي موجوده. عندها سعليه لو التحقت باي شركه هتكون غالبا يا شغال في التراك بتاع الاوبريشن او في التراك بتاع الديزاين. في شركات صغيره شديد او شركات بسيطه بالذات يعني في العالم بتاعنا هنا بتشتغل في المجال الثاني اللي هو الشغل بتاع الريسيرش. شغل بتاع الريسيرش اللي هو انك انت بتعمل في حاجه جديد، بتقدم في سوليوشن جديد، بتقدم في تكنولوجي جديد، اللي هو انت لو ده تشتغل مثلا ده بتعمل لك بروتوكول جديد بدل البروتوكول بتاع الاو اس بي، ده انت هنا معناها بتتكلم عن انك انت تمشي في التراك الثاني اللي هو التراك بتاع الماستر ديجري او التراك بتاع البي اتش دي. اللي هم ده يعني ده النقاش فيهم طويل وممكن نقول حيكون مستفيد ان شاء الله، وحاول استضيف ناس يوضحوا الحاجه دي بصوره اكبر. لكن عموما انت هتشتغل في الشركات الشايفه مثلا حايمه دي، عاده انت بتتكلم عن حاجه بتاعت اوبريشن او حاجه بتاعت ديزاين، ده تتكلم عن انك انت تعمل حاجه جديده او ده تقدم تكنولوجيا جديده، انت بتتكلم عن انك انت تلتحق بشركات او بمؤسسات اكاديميه او مؤسسات بحثيه بتتكلم عن المجال الثاني اللي هو المجال بتاع شنو اخوانا، المجال بتاع الماستر او ممكن اقول الطريق بتاع الماستر والطريق بتاع البي اتش دي. ممكن تعمل ماستر يعزز الشغل بتاعك بتاع الاوبريشن والديزاين، والعكس برضو صح، انك انت ممكن تكون شغال في ريسيرش بتاعك وتقرا مثلا بعض الكورسز الممكن تعزز الريسيرش بتاعك او تعزز مثلا المسار البحثي اللي انت ماشي فيه. فتاني في الخطوة رقم 4 اللي هو انك انت بعد ما حددت المجال اللي انت هتشتغل فيه انت هتمشي وين؟ هل ده تمشي عبر الطريق بتاع يعني ممكن نقول الاوبريشن والديزاين، ولا ده تمشي في المجال البحث؟ معظم الناس اللي بيكونوا دايرين يشتغلوا وظائف مهندس او نتورك انجينير او مثلا سكيورتي انجينير بيكون ماشي في الطريق الاول اللي هو الطريق بتاع الاوبريشن والديزاين. الطريق بتاع الريسيرش دي طوال تلقى زول ماشي في الشغل بتاع الماستر والبي اتش دي او دكتوره واشتغل في شغل بحثي معين، تمام؟ والاثنين طريقين ممتازين اذا انت قدرت تتميز في واحد فيهم، تمام؟ انا الليله في الفيديو بتاع الليله ده ان شاء الله حاتكلم عن الجزئيه بتاعت انك انت داير تواصل في الشغل بتاع الاوبريشن والديزاين، اللي هو ده معظم الخريجين بيشتغلوا كده. ما ندر بتلقى انه ناس مشت في المجال الثاني اللي هو المجال البحثي. يلا بعد ما حددنا النقاط اللي هي النقاط الاولى اللي هو انك انت واقف وين، الحاجه الثانيه الرغبه بتاعتك شنو، اتاكدت من الرغبه، حددت انك انت داير تشتغل في الاوبريشن والديزاين ولا تشتغل في الريسيرش ولا تشتغل في الشغل بتاع المجال مجال البحث العلمي يعني. يلا انا هفترض انك انت واحد انك انت خريج جديد، هفترض اثنين راغب في مجال الشبكات، هفترض ثلاثه انك انت في الحته بتاعت الطريقين ده اللي اخترت الطريق بتاع الاوبريشن والديزاين، تمام؟ يلا هنمشي للخطوه البعديه اللي هي الخطوه رقم 5. خطوه رقم 5 دي انت المفروض تحدد انك انت الاسلحه بتاعتك شنو؟ يعني انت بعد ما حددت الحاجات دي كلها انت اسلحتك عشان تتميز في المجال ده شنو؟ يعني انت اسع الليله اذا قال لك السترينث بوينتس بتاعتك شنو؟ نقاط القوه بتاعتك شنو؟ دي مهمه شديد عشان تقدر تمشي في المجال.
زول ممكن تكون النقاط بتاعت القوة بتاعته انه ممكن يقعد في اليوم ال 24 ساعة ده يقرأ حاجة بتاعت نقول 16 ساعة. ده زول قراي شديد ممكن يختار المجال المثلا ممكن يبدع فيه بقرايته كثيرة. زول تاني والله العظيم عنده قروش مثلا يعني بيقدر انه مثلا يقدر يقرأ كورسات متقدمة شديد وبقروش غالية شديد وما عنده مشكلة. برضو دي واحدة من السترينث بوينت بتاعتك تحددها تمام. واحد تاني زول سمارت بحب الحاجات اللي بيكون فيها مثلا تفكير ومجال الناس ما بتقدر تمشي فيه لأنها محتاج انه زول يكون كليفر وزول يكون سمارت. دي برضو من النقاط بتاعتك. زول رابع عنده وقت فاضي يعني ممكن زول يكون واحدة من يعني ممكن نقول الويكنس بوينت بتاعته او النقاط بتاعت الضعف بتاعته انه ما عنده زمن يعني ما عنده زمن انه يقرا. دي مشكله طبعا بيعالجها بحاجات ثانيه بيعالجها بالاسلحه الثانيه زي القروش مثلا زي انه زول ذكي او كده تمام. فانت لازم تحدد انك انت عندك شنو. في واحده من الستيت بوينتس في ناس قاعد تهميله شديد زول يكون وقته فاضي يعني زول يكون من الصباح لحد الساعه مثلا 4 عصر ما عنده حاجه ده عنده وقت فاضي. دي سترينت بوينت كبيره شديد دي ممكن تقرا فيها ممكن تستفيد منها تمام. فانت لازم في الخطوه او في النقطه رقم 5 تحدد انك انت عندك شنو. لازم ربنا يكون مديك حاجه يا اداك وقت يا اداك قروش يا اداك انك انت سمارت لازم تكون عندك حاجه تستفيد منها عشان تقدر تمشي في المجال تمام. يعني هسه مثلا الناس اللي بتكون يعني بتدفع قروش او بتخش مثلا تريننج اوبورتيونيتي او المهم يعني بتستثمر بقروشها بكون عاده ما عنده زمن او ما عنده بال طويل انه يسك الحاجات. فانت لازم في النقطه رقم 5 تحدد السترينت بوينت. يعني في ناس كتار شديد عندهم زمن فاضي زمن فاضي مناسب حاجه مهمه شديد حاجه بتخليك انك تقدر تمشي في المجال اللي قدام تمام. والريسورسز يا اخوانا في مجال التقنيه دي واحده يعني من ممكن نقول من النعم اللي عندنا انه يا اخوانا الريسورسز قاعده موجوده متوفره. الفري موجود والبقروش بسيطه موجود والبقروش كثيره موجود. الريسورس قاعد يا اخوانا دي حاجه كبيره شديد عندنا في المجال بتاع ممكن نقول مجالات التقنيه المختلفه. طيب نمشي للخطوه رقم 6. الخطوه رقم 6 يا اخوانا بعد ما حددنا الخمس خطوات الاولى دي الخطوه رقم 6 يا اخوانا انه بعد كده انا داير انخرط في المجال او داير انه بعد ده ابدا اللي هو انه انا ابدا اعمل شنو بالضبط. تبدا تنمي المهارات بتاعتك في المجال. يا اخوانا المجالات بتاعت التقنيه ما بقت زي زمان. زمان كان يقول لك يا اخي والله العظيم طبعا لحد هسه حاجه بتكتب لكن ما بكون مقصود بها الكلام. لحد هسه بيكون قاعد بيقول لك في المجال يا اخي والله دايرين زول الخبره بتاعته 15 سنه، والله دايرين زول اشتغل مثلا 20 سنه، دايرين زول اشتغل 10 سنين. هسه بيكتبوا الحاجه بيقول لك يا اخي دايرين الاكسبيرينس بتاعتها تكون مثلا اقول 5 years plus او اكثر من 5 سنين. لكن الاهم من كده بيكونوا كاتبين ليك السكيلز اللي عايزينها منك شنو. بيقول لك دايرين زول يكون بيعرف مثلا او اس بي، دايرين زول يعرف شغل بتاع فيرشواليزيشن، دايرين زول يكون بيعرف شغل بتاع سكيورتي، دايرين والله شخص يكون بيعرف مثلا انه يشتغل كونفيجريشن بتاعت فاير وول تمام. بيكونوا محددين ليك السكيلز. فانا الليله كخريج جديد يا اخوان وداير انخرط في المجال القصه بتبقى قصه بتاعت اخوانا قصه بتاعت عرض وطلب. الشركات دايرين زول كويس شديد ولا والزول الداخل على الشركه مفروض ينمي المهارات بتاعته بحيث انه اخوانا بحيث انه الشركه دي تختار تمام. فانا الليله كزول خريج جديد داير انمي المهارات بتاعتي دي اعمل شنو؟ اللي هو دي الحته يا اخوانا اللي بتستقى فيها معظم الناس ان الزول بيكون خريج جديد ويكون ما عارف انه ينمي المهارات بتاعته كيف. يلا يا اخوان التنميه بتاعت المهارات دي عندك واحد من طريقين. الطريق الاول اللي هو الطريق بتاع القرايه انك انت عديل تمشي مثلا اليوتيوب او تمشي حته الفري تشوف الفيديوهات اللي بتكون مشروحه انك انت كيف تبدا في المجال بتاع الشبكات. مثلا مجال الشبكات ده بتبدا بالكورس بتاع سي سي ان اي ده كبدايه عشان تعرف انك انت المفاهيم العامه بتاعت الشبكات. فممكن زول يمشي في الطريق بتاع الكورسات ده اللي هو يكون بينمي روحه في الكورسات، يقرا مثلا تكنولوجي، يقدر تو ماستر التكنولوجي دي، يشتغل عليها كونفجريشن، ياخذ هاند سون اكسبيرينس بانه يبرمج او المهم شنو، يمشي في التراك بتاع الكورسات، تمام؟ وزول ثاني يكون ربنا فتحها عليه او اتيحت له فرصه انه يتوظف في شركه.
قال اتيحت له فرصه ده برضه في الشركه، هينمي القدرات بتاعته وينمي السكيلز بتاعته من خلال شغله في الشركه. يلا في زول يقول لك يا اخي طيب هل اهم انه انا اخذ الكورسات ولا اهم انه انا امشي في انه انا اخذ اكسبيرينس او اخذ خبره من شركه معينه؟ هي الحاجه المتاحه لك شنو؟ ده السؤال. انت هسه عليك خريج جديد، واحده من الحاجات اللي تعملها طوال تبدا تقدم للشركات اول ما تتخرج تعمل سي في، تعمل لك سيره ذاتيه توضح انك انت بتعرف شنو وتبدا تقدم للشركات. يلا لما تقدم للشركات الشركات ما حترد عليك بكره، انت لازم تكون شغال بارلل بمعنى شنو؟ يعني كده تكون بتقدم بجاي، والحاجه الثانيه تكون شغال مالك، شغال بتنمي في السكيلز بتاعتك. يعني الوظائف دي الليله لو مشيت خشيت اللينكدين بتلقى في وظائف مطروحه كثيره، وفي الوظائف دي بيكونوا كاتبين دايرين زول عنده كده وعنده كده وعنده كده وبيعرف كده وبيعرف كده وبيعرف كده وبيعرف كده. انت من خلال الحاجات الدايرينها بتعرف انك انت تبدا وين، وتبدا تنمي في السكيلز بتاعتك بانك انت تقرا، سواء تقرا بيد كورس او تقرا فري، الحاجات اللي عندك المتاحه، بس محتاجه منك انك تجتهد. وفي الطريقه الثانيه تكون شغال بتقدم، يعني تنمي السكيلز بتاعتك وتكون بتقدم. اذا انت نميت السكيلز بتاعتك واخذت اوبورتيونيتي بانك انت تنزل في وظيفه، انت اثناء ما شغال في الوظيفه تكون بتنمي في السكيلز بتاعتك. لان يا اخوانا التكنولوجي بقت شنو يا اخوانا؟ بقت ديفلوبمنت فيها سريع جدا، يعني لازم تكون ابديتد، لازم تكون ابديتد. يعني زول شغال وما بيقرا ده ما حيقدر يمشي لقدام، لازم تكون ابديتد. فدي من الحاجات المهمه جدا انك انت تنمي السكيلز بتاعتك بكورسات او بالاكسبيرينس اللي انت شغال فيها اللي بتخليك انك انت تكون دائما مواكب التكنولوجي. لكن انت ما ممكن تكون قاعد وبتقدم للشركات وما شغال بتنمي في السكيلز، لان الشركه دي ممكن ترد لك بكره، وممكن ترد لك بعد سنتين، وممكن ترد لك بعد 3 سنين. فانت خلال السنتين او ال3 سنين الشركات ما ردت لك لان السكيلز بتاعتك دي انت ما ميت الريكويرمنتس بتاعتهم، حاول انت اشتغل في الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اللي هو وينك انت تنمي في السكيلز بتاعتك، تنمي في السكيلز كيف؟ بانك انت تشتغل لا تتعلم سي سي ان اي، تتعلم سي سي ام بي، وصدقني كل ما انت اشتغلت في انك انت تنمي السكيلز بتاعتك دي ايزي حتلقى انك انت منافستك حتبقى اسهل. يعني انك انت تنافس في انك تنزل في الوظيفه اللي انت عايزها الموضوع حيبقى اسهل. فلازم شنو يا اخوان؟ لازم تمشي في الطريقين، تكون شغال في الطريق الاول وفي الطريق الثاني. الحاجه دي ما سهله بالمناسبه، يعني انك انت تكون شغال بتنمي في السكيلز وتكون بتقدم للشركات، الحاجه دي ما سهله. يعني ممكن تلقى زول قدم شهر شهرين يقول لك يا اخي اسمع الموضوع ده اصلا ما منه امل وما منه رجاء، ويا اخي الموضوع ده خليته وماشي مثلا اشتغل في حاجه ثانيه ما عندها علاقه بالمجال. لا، هي محتاجه مثابره منك. لكن انا اقول لكم بكل وضوح يا اخوان، وانس انك انت وصلت لليفل بتاع سكيلز معين حتبقى ايزي انك انت تنزل في الشركه، او انك ايزي تنزل في الوظيفه اللي انت عايزها. يعني انت تكون شايف ناس كتار شغالين في مجال الشبكات، وناس كتار شغالين في الشركات، وناس كتار بيعرفوا حاجات انت ما بتعرفها. الناس دي كلهم يا اخوانا ابعد منك بخطوتين او 3 بس. انت اول ما تبدا تنمي في السكيلز بتاعتك حتلقى انك انت وصلت لليفل بتاع ناس بتعرفهم معينين. ثاني بدات تنمي في السكيلز حتفوت الناس دي وحتصل لليفل ثاني، لحد ما تصل لليفل انت الناس اللي معاك ناس بسيطين شديد. فالخطوه دي يا اخوانا انك انت لازم تشتغل على انك انت تنمي السكيلز بتاعتك. طيب الخطوه الاخيره اخوانا اللي انا دايما انصح بها الناس، انه يا اخوانا في ناس بيكونوا حاسين انهم جو متاخرين، او يعني كانما بيجي احساس انك انت هسه انا اتخرجت والشركات دي شالت ناسا وانا بعد كده ما عندي طريقه، وانا هسه هل معقول انا اشتغل وفلان ذاك مثلا شغال في الشركه ديك لما نقدم للوظيفه بتاعتي دي يشيلوني انا؟ معقول؟ هل الحاجه دي ممكنه؟ يلا انا اقول لك يا اخوان، اول حاجه زي ما قلت في الخطوه اللي فاتت، الناس اللي انت شايفهم قاعدين منتشرين وشغالين اي هم قدامك، لكن ما قدامك بكثير. ده انا بقول لكم يا اخوانا وباكد لكم، الناس اللي قاعدين ديل ما قدامك بكثير، الناس ديل قدامك بخطوتين او بثلاثه. الحاجه الثانيه، مرات في شركه بتفتح مثلا وظيفه دايرين نتورك انجينير، والنتورك انجينير ده مثلا دايرينه بمرتب مثلا نقول 1000 جنيه. النتورك انجينير الدايرينه بمرتب 1000 جنيه ده انت معاك ظابط ومعاك دي فرصه رهيبه شديد. زولك اللي انت شايفه قاعد في الشركه ما حينزل او حينافسك في الوظيفه دي، ليه؟ هو السكيلز بتاعته اعلى من الوظيفه. الحاجه الثانيه، المرتب ده ما بينفع معاه.
فيا اخوانا الفرص موجوده، بس انت تشتغل على الخطوه الفائته. الخطوه بتاعت شنو؟ الخطوه بتاعت انك انت تنمي السكيلز، تنمي السكيلز بالحاجه المتاحه لك. انت شغال في الشركه، تنمي السكيلز بانك انت تكون شغال بتاخد اكسبيرينس وبتنمي السكيلز بتاعتك الحاجه الراغب انك تشتغل فيها. ما نزلت في شركه، اشتغل شديد في الموضوع بتاع السكيلز. السكيلز ليه؟ لانك انت ما اتيحت لك فرصه انه انا انزل في شركه. فالفرص لسه موجوده يا اخوان، والعالم يا اخوانا بقى اوبن ما زي زمان. يعني بعد كوفيد 19 او بعد الكورونا يا اخوانا، انت ممكن عادي تكون قاعد هنا في بلدك وشغال في بلد ثاني. يعني الريموت جوبز بقت كثيره شديد. ليه؟ لانه يا اخوانا المفهوم بتاع انه الزول يكون قاعد في المكتب بتغير. بقت الناس كلها يا اخوانا ممكن تتيح لك فرصه اذا انت سكيلت تكون شغال في بلد ما عنده علاقه بالبلد اللي انت قاعد فيه، بس كل المحتاج له انترنت كونكتيفيتي. تمام يا اخوانا؟ فالناس ما يجي الاحساس بتاعنا هي تو ليت او انها مثلا جات متاخره شديد والشركات دي شالوا ناسهم. لا لا لا، عند الفرص متاحه والاوبورتيونيتي متاحه، لكن بس الفكره كلها انك انت لما الفرصه دي تجي انت تكون من ناحيه بتاعه سكيلز جاهز انك انت تفيل البوزيشن ده. وفي نهايه الفيديو يا شباب ان شاء الله الناس تكون يعني ممكن نقول مش نقول اخذت جايدنس ولا اخذت توجيه، لا دي عباره عن ممكن نقول فلاش، انه بس فلاش كده وضحنا للناس انه ممكن تفكر كيف عشان ما تنخرط في المجال المعين. وده حيكون يا اخوانا فيديو مواصله او حيكون بدايه لفيديوهات قادمه حتكون بتتكلم عن الموضوع ده ومواضيع ثانيه مختلفه. حنحاول نستضيف فيها ناس شغالين، حنحاول نستضيف فيها ناس قاعدين في المجال يدونا نصائح اكبر، يدوا الشباب ده نصائح اكبر، انه ناس تعرف تمشي وين، تبدا بشنو، تركز على شنو، تحاول تعمل بلان لروحها. وان شاء الله يا اخوانا نتواصل فيديو ورا فيديو، ودايرين ان شاء الله الفيدباك بتاعكم وتعليقاتكم ومشاركتكم. شكرا جزيلا.